تلا دنمارك تعيش على وقع النتيجة الكبيرة. خطيرة، جول جول من الهولك، من هولك صاحب القدم اليمنى أو اليسرى عفوا. الخطيرة القوية المرعبة سدد من مسافة بعيدة واستمرت وشقت طريقها. الاستقبال بهذه الصورة، وضع الكرة على القدم اليسرى المعتادة، أرسل صاروخ لا يصد ولا يرد وخدعت حارس المرمى. وبهذه الصورة الكرة إلى الشباك الدنماركية، هدف المباراة الأول بعيدة المدى. قوية التسديدة من هولك النجم الكبير المتابع والمحاصر. ولا أعلم إذا كان مورينيو اليوم ربما جاء لمشاهدة هولك على الطبيعة، لكن يقدم صورة ممتازة. ما مرت الدقيقة 9 وكانت البرازيل بالتالي على موعد مع الهدف الأول في مباراة اليوم.